السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة مخضاري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وجبة عشاء أو غداء سهلة في التحضير بثلاث مكونات فقط، كتجي بنينة. فإلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش أنكم تابوناو في لاشين باش تصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش أنكم دعموني بلايك ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاج هنايا بطاطس قطعتها يعني هكا أصابع طويلة بحال اللي غادي نقليوها. عندي هنايا جبن موتزاريلا مخلط مع جبن الاحمر. عندي هنايا قطع من صدر الديك الرومي، ممكن انكم تعوضوها بالطونه او باللحم المفروم. في التوابل فغادي نحتاج ثوم بودره، زيت الزيتون، ملح، فلفل احمر، زنجبيل، كمون. كنشرملو فيها هاد البطاطس، كنجيب الدبسة اللي كيدخل الفرن، كنوضع فيه البطاطس، كنشمل ايضا هاد صدر الديك الرومي. بالنسبه الى كان عندكم لحم مفروم ممكن انكم تصوبوه يعني تصوبوه في المقلاة، فانا كلشي غادي ندخلو للفرن. هذا الشكل هذا غادي ندخل كل طيب في الفرن ونعاود نطلقها. من بعد ما تشوات لي البطاطس ما كتاخذش معكم حتى واحد العشرة ديال الدقائق يعني بسرعه. يعني التلادان دراه كيطيب لكم، يعني ما تخافوش انه ما يطيب لكمش في الفران، بالعكس كيجي بنين. حسنا انا محسن يعني حسن كيفاش كديره في المقله. على هذا الشكل هذا كنحاول نوزعوها. شكل هكا طولي
كنجيبو الجبن كنوزعوه على هاد الشكل هذا. يعني ما كتحتاجوا لا بيض لا والو، فقط هاد ثلاثه المكونات كيجيبوا لكم واحد الوجبه بنينه بزاف. دابا كندخلها الفرن يدوب لي الجبن ونعاود نتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالها النهائي. اخواتي فهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفرن، نقطعوها نشوفوها كيفاش جات من الداخل. اخواتي فهذا هو الشكل ديالها كيجي من الداخل، كما كتلاحظوا كتجي مجموعه واخا يعني ما درنالاش البيض. فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. في عجبتكم ما تنساوش انكم تابوناو فلاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع عائله والاصدقاء ديالكم. ونهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.